السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اللي عبارة عن تعاون ثاني مع موقع بانجود. اختاريت مجموعة من المنتوجات وغادي نشاركها معكم اليوم ونوريها لكم. كنتمنى تعجبكم وفي نفس الوقت خليوا لي التعليقات ديالكم واعطيني الرأي ديالكم فيها. بالنسبه لهذا الموقع فالشحن كيكون بالمجان. هاد المنتوجات كاملين وصلتني انا في 21 يوم، تقدر توصلكم ما بين اسبوع حتى ل 21 يوم. وهاد المنتوجات كيجيوك من هولندا. بالنسبه للمنتوج الاول اللي خديت واللي عجبني بزاف هو هاد العلبه اللي فيها واحد جوج لي زاباراي غادي ينفعوا خاصه للبنات. بالنسبه هاد لابار لي دو زاباغاي عندنا، عندي هذا لي مقشر ديال الارجل، ايضا هذا باش كنديروا البيديكور او المقلم ديال الاظافر، وعطوني معاه ايضا هادو خمسة ديال الريوسا ديال هاد عفوا ديال هاد المقلم ديال الاظافر. بالنسبه لهاد المقشر ديال الارجل كما كتشوفوا معايا فعندو هذا الراس اللي كيدور 360 درجه افيكاس، واستعملته الصراحه. هذا الراس ديالو تقدروا تحيدوه، تقدروا تغسلوه عفوا بالماء، وتقدروا تحيدوه بحال ما هكا ملي تعمر وتنظفوا هاد البلاصه ديالو وتعاودوا ترجعوه. هاد لاباري صراحه براتيك وعمليه، تقدروا تهزوها معكم في الحقيبه ديالكم تكونوا مسافرين. كتخدم بلي بيل او الحجر او عفوا بطاريات كيف ما كتشوفوا معايا. وبالنسبه لهاد المنتوج الثاني حتى هو زوين بزاف. هاد الجوج المنتوجات خديتهم ب 13 دولار تقريبا 130 درهم، وصراحه زوينين وعجبوني بزاف وحتى الثمن ديالهم مناسب. بالنسبه للمنتوج الثاني اللي خديت هو هاد لاباراي الخاصه بعمل مساج لبشره الوجه ايضا للجسم، وهي منظف للوجه بالموجات الفوق الصوتيه. بالنسبه للمميزات ديال هاد لاباراي فهي كتساعد على تقليل التجاعيد، ايضا توحيد لون البشره، وكتساعد على ازاله البقع السوداء في الوجه وحب الشباب والدهون المتراكمه على البشره. ايضا الا كنتو غتستعملوا شي كريم للبشره ديالكم فهاد لاباراي كتساعدكم على ادخال الكريم بشكل جيد في البشره، تعزيز امتصاصه وتسريع انتشاره على البشره. ايضا من بين المميزات ديالها فهي كتحسن دوران الاوعيه الدقيقه. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الدوالي فكيستعملوا هاد لاباراي فوق منهم، فهي كتساعد على دوران الدم في الاوعيه الدقيقه. بالنسبه لهاد لاباري فهي كتشتغل المده ديال 15 دقيقه، كتبقاو ديروا المساج بها المده ديال 15 دقيقه، من بعد فهي كتوقف بوحدها. بالنسبه للسرعه او بالنسبه للمساج الدبدبات فاش كيبغيو يتزادوا فعندنا هنا المستويات باش يمكن لك تزيد السرعه ديال الدبدبات. بالنسبه لهاد الاله اللي خديت فهي كتشتغل بالكهرباء، والثمن ديالها الصراحه عندها بزاف المميزات كما ذكرت لكم، والثمن ديالها رخيص بزاف، هو 20 دولار تقريبا 200 درهم. كنتمنى تكون عجبتكم وتعطيوني الراي ديالكم فيها. بالنسبه لمصاريف الشحن راكم كلكم عارفين بلي مصاريف الشحن ديال موقع بانجود فهي بالمجان.